ربنا يبارك يا رب في الجميع. نبتدي ناخد اتصالات. محمد من المنوفيه، الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيب وبخير. والله مجهود بنك الطعام حاجه جميله، بس ازاي نوصل للحمه دي؟ احنا عايزين منها. ما انا لسه بقول اهو قبل ما حضرتك تتكلم، يعني احنا محتاجين، لان انا بصراحه يعني اقول لك حاجه، انا ما شفت الابقار كمان وهي يعني عفوا بتاخد الميه او الشاور اللي هي يعني تستحمى من كل ناحيه بجهاز معين كده، تخش البقره ويتم نظافتها من كل ناحيه قبل ما تتحلب. وبعدين حاجه جميله، وبعدين تخش تتحلب يسمعوها ميوزك، يعني احنا شفنا ده هناك الميوزك، حتى بتسمع ميوزك معينه اللي هي بيتهوفن، فيكون اللبن نازل بشكل حلو وغزير، ويكون يعني بيبقى حاله الحاله النفسيه صحي يا فندم. صحي صحي فعلا، يعني فعلا يعني يا رب، يعني زي ما بقول كده لسه بقول يا فندم، هتعمل توازن في السوق صحيح، وتعمل برضه اريحيه للسوق صحيح. واحنا عايزين نعرف بس صك الاضحيه عندهم كام؟ البلدي زي ما قالوا في التقرير، البلدي ب 3000 جنيه والمستورد ب 1950، زي ما لسه ذاكر مدير التنفيذ البنك الطعام المصري على يعني على لسانه في التقرير اللي احنا لسه زايين دلوقتي. طب يا فندم هم ما لهمش منافذ للبيع للجمهور؟ ليه للبيع؟ لبيع سكوك؟ لبيع سكوك خلاص عرفنا. المنتج ده بقى المواطن المصري استفاد بيه برضه. ما هو ده لسه بنأمل يعني، وانا قلت له السؤال ده وكمان قلتها بعد التقرير، ان احنا بنتمنى ان يكون المنتج ده كمان امن، لان انت هتستفاد من الالبان الكويسه، هتستفاد من الاجبان الكويسه، من اللحمه الكويسه اللي انت ضامن ان مراعيتها، الميه اللي تشربها نظيفه، العلف اللي بياكله نظيف بمعمول بتقنيه معينه، فاكيد احنا محتاجين ده فعلا يعني. فانا بضم صوتي لصوتك ويا رب يعني يكون اعمل لهم منفذ في المنوفيه يا فندم. طيب نوصل لهم ده. نوصل. والله عندي استعداد اعمل لهم منفذ في المنوفيه واجهزه باحدث التجهيزات. طب كويس والله. وإن عندنا منتج صحي جميل من اجبان والبان، وده اللي احنا محتاجينه ومحتاجين مصر. اشكري لبنك الطعام. ربنا يبارك فيك وانت طيب. ترد عليا في الموضوع ده يا فندم. حاضر، ربنا يبارك فيك ويتمنى يعني ده، وحتى ينقلوا الخبره بتاعتهم برضو، النو هاو اللي عاملين بيها المزرعه ينقلوها، زي خبره التجربه زي ما نقلوها خبره تجربه بنك طعام مصر، نقلوها لبنوك طعام موجوده دلوقتي في كل انحاء العالم، فبرضه ممكن ينقلوا الخبره بتاعه المزارع دي، وناس تعمل مزارع بنفس الشكل وهم اللي يشرفوا برضه عليها، يكون ليهم يعني في البدايه كده عشان يبقى الدنيا تمشي بشكل كويس، زي ما انتم شفتوا حتى الكاميرات موجوده في كل حته في المزرعه علشان يتم متابعتها، يعني القائمين بقى اللي هم بيشرفوا يشوفوا ان هم كانوا في موعد مظبوطه، يشوفوا ان الدنيا التبريد اللي حواليهم ده مكشوف بشكل مظبوط، فيتم يعني انت عارف ان انت بتستخدم منتج كويس ازاي ومنتج فعلا امن وصحي ازاي.